أيها المباركون، انتشر في عصرنا هذا من وسائل التواصل ما تعرفون وما لا يخفى على لبيب، تلك البرامج وتلك التي فيها من التحديات ما فيها ما بين الرجال والنساء، وما بين المحادثات وما بين الضحكات والقهقهات مع امرأة أجنبية لا تحل له أن ينظر إليها ولا أن يكلمها، وأصبحت ديدنا لكثير من الشباب والشابات، عفى الله عنا وعنهم وغفر لنا ولهم وبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وظهرت هذه البرامج في صور مزخرفة فيها حتى كسب المال، وعلى سبيل المثال التيك توك هذا، بثوث ليل نهار وتحديات بين رجال ونساء وأحكام، ويكسبون وراءها المال ولا يعلمون أن هذا المال هو سيرحل ويتركه وسيكون عليه عذابا، كما استعاذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لما استعاذ من أمور، قال ومن مال يكون علي عذابا. المال ستسأل عنه سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فعندما تجلس الساعات الطوال تتحدى النساء وعندك داعم وهي داعم وعندهم من يضخ الأموال، وسيسأله الله تبارك وتعالى عن هذا المال ورب الكعبة، ويحكم عليها بأحكام وتحكم عليه بأحكام، أشياء لا تليق بمسلم ومسلمة ورب الكعبة، ينبغي لنا أن نترفع عنها، ينبغي لنا أن نكون من أهل الخصال الكريمة. والله المرأة العاقلة إذا كانت متزوجة لا تفخر أن يقول ولدها أمي تفعل كذا وكذا أمام الكاميرا، وكذلك الولد العاقل. فعلينا أن نربأ بأنفسنا قليلا، أن نستحي من الله تبارك وتعالى قبل أن نستحي من عباد الله تبارك وتعالى. هذه الأمور تحتاج منا إلى تذكير. قد يقول قائل أنا أعرف بالله منك، وقد يقول كذا أنا أصلي أنا، لكن الله جعلنا شهداء في الأرض، شهداء في الأرض. وهذه لا يقول عاقل بأنها أفعال خير، لا يقولها عاقل. يعني إذا كانت المرأة يحكم عليها أن تسكب على رأسها ماء فتتبلل ثيابها وتصبح كأنها يعني كل جسدها واضح من وراء ثيابها، وتظهر أمام الشاشة وتلطخ وجهها بها أو تزيل المكياج أو تحدياتها، هذه والله مما يستحيا منه، يستحي منه العقلاء. كل واحد منا مسؤول عن أولاده من بنين وبنات وعن الزوجة، والله لا يسألنا الله تبارك وتعالى إن لم نذكر بمثل هذا. دعهم يعنفونك في الدنيا، لكن إذا قدمت على الله كانت معك حجة. دعهم يقولون فيك في الدنيا ما يقولون، تكسب أجورا يغتابونك، لكن تجد لك يوم القيامة حجة، تقول يا رب بينت، يا رب بينت، بين ووضح. وأنت لست بمسؤول عن كل من في العالم، سيسألك الله عمن استرعاك. في حديث معقل بن يسار في الصحيحين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة عظيمة، المسألة عظيمة، لكن العلاج يكون بالحكمة، بالرفق، باللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، هكذا يخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزع من شيء إلا شانه.
هكذا وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لكم برامج هدامة تريد أن تجتث كرامة الآدمي الذي كرمه الله تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، تريد أن تجعله مساويا للبهيمة يفعل ما شاء، ولا يتقبل من أحد النقد، ولا يقبل نصح الناصحين. إذا وصل الإنسان إلى مثل هذه الدرجة فاعلم أن موت القلب قريب، نسأل الله السلامة والعافية. لأن القلب الحي إذا نصح تذكر الله، تذكر القدوم على الله تبارك وتعالى، تذكر القبر وضمته، تذكر سؤال منكر ونكير، تذكر يوم العرض على الله تبارك وتعالى، يوم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، تذكر أهوال القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.